لا اله الا الله. لكن الغلاف قاعد كويس بس هاي الغلاف حاجه غريبه. دي كلهم كويسين. دي شنو دي؟ السكريبت اظن في كل شيء، الاكسسوار، الديكور، الازياء، الموسيقى، كل الحاجات. ده كان اللوكيشن سكاونتنج يعني. هو ده المساحة اللي لو بعض اللقطات يعني تقريبا الفيلم كان جاهز، اوكشوري كان جاهز للشغل وبدينا. تم الانقلاب العسكري وأوف العمل في الفيلم. بقى من الفيلم والصور دي ما فيش حاجة. انتهى الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الشعب السوداني الأبي الكريم، إن قواتكم المسلحة المنتشرة في طول البلاد وعرضها ظلت تقدم النفس والنفيس حماية للتراب السوداني وطونا للعرض والكرامة. ابن الكلب ده كان هيودينا في داهيه.